السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أحاديث الترهيب من السباب واللعن سيما لمعين. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو يلعن بعض رقيقه، فالتفت إليه وقال: لعانين والصديقين، كلا ورب الكعبة. فعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه. قال: ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى حشد تحت باب الترهيب من السباب واللعان أو اللعن سيما المعين أحاديث كثيرة، وسبق ذكر معنى اللعن، وقلنا بأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فمن لعن شخصا فقد دعا عليه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. وذكرنا بأن لعن المسلم كقتله، وذكرنا القول أيضا الراجح وأنه كقتله من حيث الإثم، من حيث الإثم. وأيضا ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. والصديق هو كثير الصدق، وأفضل الصديقين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قال الله جل وعلا في شأنه: والذي جاء بالصدق وصدق به. ولذلك الصديق هو كثير الصدق، كثير الصدق، فكل من كان كثير الصدق فهو صديق، التصديق لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك التخلق بهذا الخلق العظيم. فلا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، والمعنى أنه لا يستقيم أبدا أن يكون رجل على هذه الأخلاق وعلى هذا المستوى من الأخلاق وأن ينزع إلى اللعن، هذا لا يليق، هذا لا يليق. وكذلك الرواية الأخرى: لا يجتمع أن تكون لعانين الصديقين، يعني لا يمكن أن يجتمع أن يكون شخصا لعانا وصديقا، لعانا وصديقا ما يمكن أن يجتمع، وذلك لتنافر الخلقين، فهما يتنافران ولا يلتقيان. وفي هذا اليوم قرأنا الآن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي بكر وهو يلعن بعض رقيقه، فالتفت إليه وقال: لعانين وصديقين، كلا ورب الكعبة. فعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه. قال: ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا أعود. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل. أولا، فضل أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه، وهو أول من أسلم من الرجال، وأكثر من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وولده، ولذلك هو صديق هذه الأمة، فهو الصديق رضي الله عنه. وأبو بكر الصديق هو الخليفة، هو خليفة رسول الله، فهو الذي تولى الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول المبشرين بالجنة، أول المبشرين بالجنة، وقد ارتضاه النبي عليه الصلاة والسلام لدين الناس، حتى قال الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام: ألا نرضاه لدنيانا؟ وقد ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا. المسألة الثانية: أن الرجل الفاضل قد يصدر منه بعض الخطأ وبعض الزلل، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه مع هذه المنزلة والمكانة صدر منه لعن بعض رقيقه، والرقيق العبيد
المملوكين، فلعن بعض أرقائه، لعنهم بسبب موقف ما. ولا يخفى بأن الرجل مع خدمه ومع عبيده قد يحصل نوع من الاستفزاز والإغضاب فيصدر منه مثل هذا الشيء. المسألة الأخرى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن لعاناً، ولعان صيغة مبالغة، وإنما لعن أحياناً. هذه الأحاديث التي جاءت في الترهيب من اللعن وعدم اجتماع الصديقية مع اللعن لمن اتصف باللعن، واللعان صيغة مبالغة يعني كثير اللعن، والمعنى أنه يلعن على الدوام والاستمرار. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستغربها النبي عليه الصلاة والسلام منه كيف يلعن وهو الصديق رضي الله عنه. ولذلك لو صدر لعن من بعض الناس الذين لم يألفوا اللعن ولم يتخلقوا بالسباب فهذا لا يقال بأنه لعان. إذا صدر منه أحيانا لا يقال بأنه لعان، لكن يقال بأنه أخطأ. أما أن يوصف بكونه لعانا فهذا لمن أشرب اللعن وألفه وأصبح سلوك وعادة له. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على أمر، وهو أنه لا يجتمع اللعن مع الصديقية. قال: كلا ورب الكعبة، لعانين وصديقين. وفي هذا تزكية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لمن تأمل ذلك، وإن كان السياق سياق إنكار على أبي بكر إلا أن فيها تزكية. أين هي التزكية؟ صديقين، أحسنت، قال صديق، يقول لأبي بكر الصديق صديقين، لعانين وصديقين، ما يجتمعان، وهذه تزكية. ولذلك أنت الآن قد ترى مثلا الرجل الصالح العابد أحيانا قد يحصل منه فلتة من عذبة لسانه، مثلا لفظة انفلتت فتتعجب منها، ولكن قد لا تتعجب من غيره، أليس كذلك؟ فقد ترى رجلا يقول الهجر ويقول يتلفظ بالألفاظ السوقية ما تتعجب، لأنها يعني ليست بغريبة عليه. لكن رجل مشتهر بالعبادة وبالتقوى وبالأمانة وبالصدق وبالتأله لما تصدر منه تتعجب. لماذا؟ لأنه لا تجتمع هذه مع هذا الخلق. ولذلك هذه تزكية لأبي بكر الصديق حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعانين والصديقين، مع أن أبا بكر لم يكن لعانا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعظمها حتى قال لعانين وصديقين، وهذا من باب الزجر. وأيضا فيه تزكية لأبي بكر الصديق حيث وصفه بالصديقية. الأمر الآخر فضيلة أبي بكر، وأبو بكر مناقبه كثيرة، ولذلك ترجعون لدواوين السنة تقرؤون في مناقب وفضائل أبي بكر الصديق، فانظر إليه رضي الله عنه كيف أنه أعتق بعض رقيقه، ولم يعتق واحدا وإنما أعتق مجموعة من الأرقاء بسبب هذه اللفظة التي صدرت منه. وكان أبو بكر بإمكانه أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه فإنها كفارة لما صدر منه، لكنه أبى. وهذا يدل على ما عند أبي بكر من مخافة الله ومن مراقبة الله، وما لديه من حرصه على أن لا يلقى الله عز وجل ويلقاه بخطيئة. قال فأعتق بعض رقيقه. الأمر الآخر، المسألة الأخرى، أن أبا بكر رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام معتذرا، يقول لا أعود، يعني لمثلها لا أعود. هذا من تواضعه وأدبه رضي الله عنه وأرضاه، وهو العالم بما على المسلم إذا أذنب فعله من التوبة والاستغفار، لكنه تعامل مع هذا الذنب بالتوبة والاستغفار وبعتق بعض الرقيق،
وأيضا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا أعود، يقول له لا أعود. ولذلك واجب على الإنسان إذا انفلتت من عذبة لسانه لفظة اللعن أو السب أو الشتم أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى وأن يعمل صالحا، فإن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وكان بعض السلف إذا أذنب في مكان أحدث فيه طاعة، وإذا أذنب بقول أتبعه بحسنة من القول، وهكذا ينبغي للمسلم. نعم. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: ولم يقل يوم القيامة. نعم. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، عويمر بن قيس الخزرجي الأنصاري حكيم هذه الأمة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم وأبو داود، ولم يقل يوم القيامة. أبو داود لم يقل يوم القيامة، يعني رواية أبي داود لم يأتي فيها ذكر يوم القيامة، وإنما قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء، فقط هكذا. ورواية مسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. هذا الحديث أيضا تحته مسائل: أولا، لا يكون اللعانون، يكون ليس هو من فعل الماضي كان يكون، وإنما من الكينونة والصيرورة، حتى قال بعض العلماء بأن منزوعة الزمان، والمعنى بأنه لا يكون اللعانون على الدوام، لا يكونون اللعانون شفعاء يوم القيامة، والمعنى شفعاء ولا شهداء، والمعنى أنهم على الدوام والاستمرار لا يكونون شفعاء ولا شهداء. أما قوله لا يكونون شفعاء ففيها معنيان: المعنى الأول أنهم لا يستحقون أن يكونوا شفعاء في الدنيا، يشفع بعضهم لبعض، والمعنى بأنه تسقط عدالته، فلا يصلح أن يكون شفيعا لأحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الله تعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فلا يكون شفيعا بمعنى أنه تسقط عدالته. والمعنى الثاني وهو الأقرب أنهم لا يكونون شفعاء يوم القيامة لإخوانهم المؤمنين. فالشفاعات يوم القيامة أنواع، منها أن يشفع المؤمن لأخيه المؤمن بأن يخرجه الله جل وعلا من النار في ذنوب استحق بها العذاب. ولذلك لا يخفاكم بأن الشفاعة أنواع: الشفاعة العظمى، وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخاصة لعمه أبي طالب، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بدخول الجنة، وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، يشفع بعضهم لبعض. والشفاعة الصحيحة المثبتة لا بد فيها من شرطين: الأول رضا الله عن المشفوع، والثاني إذنه للشافع. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذلك الذي يكثر اللعن في الدنيا يحرم الشفاعة يوم القيامة، فلا يكون شفيعا. ولا شهداء فيها ثلاثة أقوال: القول الأول ولا شهداء يوم القيامة للأنبياء على أممهم، لأن يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح يؤتى بكل أمة مع نبيه، فتسأل: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، من نوح إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. فكل أمة
تنكر بلاغ نبيه، فيسأل الله جل وعلا النبي: من يشهد لك؟ قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقوم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة للنبي على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمته وأدى ما أوجب الله عز وجل عليه. ولذلك هذه التي تتميز بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا: ولا شهداء، الشهادة المعروفة عند التقاضي مثلا أو في عقد النكاح، الشهادة المعروفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء، كيف يشهدون وقد سقطت عدالتهم وانخرمت مروءتهم بهذا اللعن الذي جعلوه خلقا لهم. هذا القول الثاني. القول الثالث: ولا شهداء، يعني لا يوفقون للشهادة في سبيل الله، لا يوفقون للشهادة في سبيل الله. وهذه الأقوال الثلاثة، وأصوبها فيما يظهر الأول، أنهم لا يشهدون، لا يكونون مع من يشهد للأنبياء على أقوامهم. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. نعم، كما ذكرت قبل قليل، المؤمن لا يكون لعانا. لماذا؟ لأن خلق اللعن يتنافى ما عليه المسلم من الرحمة ومن الشفقة ومن الدعاء للآخرين ومن محبة الخير لهم. فهو إذا قال لشخص: لعنك الله، إنما سأل الله له النار والعياذ بالله، وسأل الله أن يطرده عن رحمته. إذا قال المؤمن لأخيه: لعنك الله، فإنما أراد له الشر، بخلاف ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من الرحمة، من المودة، من المحبة، من الدعاء لإخوانه المؤمنين والمؤمنات. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. ولذلك إذا اتصف بصفة اللعن فقد خالف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعانين وصديقين ما يجتمعان، يعني ما يجتمعان. ولذلك من المهم جدا حذر، أن يحذر المسلم من اللعن، وأن يزيل مفردة اللعن من قاموس ألفاظه، وأن يستبدلها بالدعاء وبالاستغفار وباللين في القول، وأن يحذر أن يتصف باللعن. فاللعانون بعيدون عن رحمة الله عز وجل. ولذلك هذه عقوبات لمن اتصف بصفة اللعن على الدوام وعلى الاستمرار. ومما يؤسف له أن اللعن في جانب النساء أكثر من جانب الرجال، فالمرأة كثيرة اللعن. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بمن يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن. قال: تكفرن، قالت امرأة: يا رسول الله، نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، يعني الزوج، وتكثرن اللعن. تكثرن اللعن. ولذلك تنتبه المسلمة من اللعن، ولا تتصف بهذا اللعن، سواء على إنسان أو على حيوان، حتى على جماد. تجتنب صفة اللعن، وتحرص على أن تستبدل هذه اللفظة بالدعاء وبالاستغفار، وأن تكون رحيما. وكذلك الرجال، يوجد من الرجال من هو متصف والعياذ بالله بكثرة اللعن. حتى وللأسف الشديد اللعن أخذ مجالات أخرى، وصل إلى درجة المدح باللعن والعياذ بالله. حتى إذا أراد أن يمدح شخصا قال: ما شاء الله، لعنه الله. جيد، ها، يقولون: لعنه الله، هذا فنان مبدع، لعنه الله، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وصل إلى هذا الحد، نعوذ بالله. ولذلك مهم جدا أن المسلم يحذر أن يتصف بصفة اللعن. ف
فلو لعنت حيوانا واستمرأت ذلك قادك إلى أن تلعن مؤمنا وتطرد من رحمة الله. نعم. قال: وعن جرموذ الجهني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك لا تكون لعانا. نعم. إذن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جرموذ الجهني قال: قلت يا رسول الله أوصني، فيها تواضع الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الخير وعلى أخذ النصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الوصية منه، وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة وصاياه التي كان يعتني بها ويوصي بها أصحابه أن لا يكونوا لعانين، فكما أنه أوصى رجلا بعدم الغضب هنا أوصى آخر فقال: لا تكونوا لعانا. لعانا يعني كثير اللعن، كثير اللعن. فينتبه المسلم ويحرص على أن ينزه ألفاظه من مثل هذه المفردات والألفاظ. ولذلك يذكر عن عيسى عليه السلام أنه مر بخنزير فقال: أمرر بسلام. فقيل له: خنزير هذا؟ فقال: أحب أن أعود لساني الخير، أعود لساني الخير. هكذا ينبغي للمسلم دائما أن يتعود على الألفاظ الحسنة الطيبة. نعم. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. نعم. هذا الحديث أيضا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلاعن الناس فيما بينهم. قال: لا تلاعنوا بلعنة الله، يعني لا يقول أحدكم ألعنك بلعنة الله أو لعنة الله عليك مثلا، ولا بغضبه كأن يقول غضب الله عليك مثلا، ولا بالنار كأن يدعو عليه بالنار والعياذ بالله، أحرقك الله بالنار، أدخلك الله النار والعياذ بالله. هذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. لماذا؟ لأن المسلم كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهل يليق بمقام هذه الولاية التي بين المؤمنين أن يلعن بعضهم بعضا بلعنة الله أو بغضب الله أو يدعو على أخيه بالنار أو تدعو على أختها بالنار؟ ما يليق هذا، ما يمكن. ولذلك ما يجتمعان، والله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن قال: لينوا بأيدي إخوانكم، حتى في هذا المقام. ولذلك قال أيضا، قال الله جل وعلا: أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين. والمعنى أن المسلم ينبغي أن يكون رحيما ودودا وأن يدعو لإخوانه لا أن يدعو عليه. وغالبا ما يحصل هذا في حالة الخصومات والاشتجار والخلاف، بل بعض الطيبين وللأسف الشديد، وهذا حقيقة مما ينكي القلوب ويدمع العيون، يحصل بينهم نقاش أو مذاكرة في مسألة فيغضب أحدهما، وبدل أن يتواضع للحق يذهب فيلعن صاحبه، وهم في حق للتعلم والتعليم وفي أمور الخير يذهب يلعن صاحب. قد يكون اللعن مباشرة أو عن طريق الكتابة، خاصة مع هذا الفضاء المفتوح ووسائل التواصل، يذهب فيسب بعضهم بعضا أو يشتم أحدهم الآخر، هذا لا يليق. لا يمكن أن يكون المؤمن المتصف بصفات الخير أن يكون لعانا متصفا باللعن، هذا يتنافى مع ما تعلمه وتلقاه وتلقنه من الالتزام بالأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية، كيف ينزع إلى اللعن والشتم والسب؟ سيأتي معنا
أن المسلم يحرم عليه أن يلعن بهيمة، يحرم عليه أن يلعن بهيمة. كيف يلعن أخا له وقد يكونون في طريق واحد في طلب العلم أو الدعوة إلى الله عز وجل؟ فالواجب على المسلم أن يتنبه وأن يحذر أن يتصف بمثل هذه الصفات، بمثل هذه الصفات. ولذلك الجدال والمناظرة جاء ذكرها في القرآن دائما في سياق بالتي هي أحسن. قال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فيه استثناء إلا الذين ظلموا، هذه مسألة أخرى لها ضوابطها. قل جل وعلا عن إبراهيم: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، يا أبتي، تلطف، ما لعنه ولا سبه. ولما قال لأرجمنك قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء، إلى آخر الآيات. المقصود بأنه ما قال لعنة الله عليكم أنتم كفرة أنتم كذا، لا، ما استخدم هذا الأسلوب عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام أبدا. كان يناقش المشركين ويناظرهم وما صدر عنه سب ولا لا. وأي شخص يقوم يتصدى للدعوة وللتعليم ويستخدم اللعن والسب والشتم، هذا ضره أقرب من نفعه، بل قد يكون ضرره محض. لأن دين الإسلام ما ينصر بالسب والشتم للآخرين. يقول جل وعلا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يقول جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يقول جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قل جل وعلا: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ما قال اشتمهم وسبهم والعنهم. يحاجج الإنسان بالنصوص، بالنصوص. ولذلك يتنبه الإنسان، يعني إذا كان الشخص يعتب ويعدل العوام أنهم يلعنون، كيف بطالب علم أو داعية إلى الله يستخدم هذه المفردات السيئة، اللعن والسب والشتم والتجديع والقدح؟ هذا كله مما هو محرم ولا يجوز. نعم. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله. نعم. حديث ثابت بن الضحاك مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. وهذا سبق شرحه في مجالس سابقة، وبينا بأن هذا إن كان قصده ونيته وإرادته الخروج من الإسلام فهو كما قال، وأما إن كان هكذا في وقت غضب أو شيء فهو كبيرة من كبائر الذنوب، ويجرى هذا على قواعد نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة. والثاني قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقد جاءت أحاديث تبين هذا: فمن تردى من جبل تردى في النار من جبال جهنم، ومن طعن نفسه وجأ نفسه بحديدة يجأ بطنه في نار جهنم بحديدة، ومن تحسى سما تحساه في النار، نعوذ بالله. وليس على رجل نذر فيما لا يملك. شخص نذر أن شفى الله مريضه أن يتصدق بسيارة جاره مثلا، هذا نذر باطل. لماذا؟ لأنه لا يملك هذه السيارة،
لا يملك هذه السيارة، لكن ماذا عليه؟ قال العلماء في القول الراجح عليه كفارة يمين، هذا هو الراجح. ثم قال ولعن المؤمن كقتله، هذا هو الشاهد، لعن المؤمن كقتله، والمقصود كقتله من حيث الإثم، من حيث الإثم. فلعن المسلم من لعن مسلما كمن قتل مسلما، ولذلك الجزاء عظيم والعقاب شديد عند الله سبحانه وتعالى. فلعن المسلم أمر خطير، أمر خطير، ولذلك المسلم معصوم الدم والمال والعرض، وعرضه محفوظ، ولعنه والعياذ بالله فيه اعتداء على أمر عصمه الله به. حينما تقول لعنك الله، أنت اعتديت على هذه العصمة التي وهبها الله عز وجل للمؤمن، فينال من الجزاء مثل جزاء القاتل، نسأل الله العافية والسلام. أين هؤلاء اللعانون المكثرون للعن في الليل والنهار والسر والجهار وعلى أي حال؟ أين هم من هذه الأحاديث الخطيرة العظيمة أن لعن المسلم كقتله؟ أصبح اللعن الآن أسهل شيء على ألسنة كثير من الناس. قد ذكرت لكم قبل قليل كيف أن بعض الناس استسهله لدرجة أنه إذا أراد أن يمتدح شخصا قال لعنه الله، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال وعن سلمة بن الأشوع رضي الله عنه قال كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر. سلمة بن الأكوع هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأيناه أن قد أتى بابا من الكبائر، يعني يقول كنا، يعني نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأينا الرجل يلعن أخاه، يلعن المسلم، قل لعنك الله أو كذا، قد أتى بابا من الكبائر، بابا من أبواب الكبائر. والمعنى أن اللعن، لعن المسلم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولذلك أدخلها بعض من صنف في الكبائر، أدخلها ضمن الكبائر، أدخلها ضمن الكبائر. ومن قرأ هذه النصوص جزم بأنها من الكبائر، لأن اللعان هذا الذي يتصف بكثرة اللعن، وليس الذي يلعن مرة أو مرتين في حياته، لا، الذي يتصف بصفة اللعن ويلعن إخوانه المؤمنين، جاء الوعيد الشديد الذي مر معنا شيء منه، حتى جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يكونون لا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، يدل هذا على أنه كبير من كبائر الذنوب. نعم. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. نعم. بعده قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا وإلا قالت يا رب وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ولم أجد عليه سبيلا، فيقال لها ارجعي من حيث جئت. نعم. حديث أبي الدرداء وحديث عبد الله بن مسعود يشيران إلى خطورة اللعن، وأن من لعن أخاه فإن اللعنة أول شيء تصعد إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا يعني طريقا رجعت إلى الذي لعن، إلى الذي وجهت إليه اللعنة، فإن كان أهلا لها، إن كان أهلا للعنة وقعت عليه، وإلا رجعت إلى قائلها، رجعت إلى قائلها. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيلا
أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت يا رب وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ولم أجد عليه سبيل، فيقال لها ارجعي من حيث شئت، يعني ارجعي إلى الشخص الذي صدرت عنه. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ولذلك أي شخص يلعن أخاه المسلم هذه اللعنة تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم ترجع إلى الأرض فتغلق دونها الأرض، ثم تذهب يمينا وشمالا، ثم تذهب إلى من لعن تتجه إليه، هل يستحقها أم لا؟ إن استحقها وقعت عليه، وإن لم يستحقها رجعت إلى قائلها، رجعت إلى قائل. وكيف يعرف الإنسان أن فلان استحق اللعنة؟ لما تقول لعنك الله، من الذي يعرف بأن هذا مستحق للعنة؟ فقد يرتكب المسلم ما يوجب اللعنة، لكن قد يكون له عذر، إما بتخلف شرط أو بوجود مانع، فترجع على القائل، ترجع إلى القائل. وعندنا مسألة مبحوثة في كتب الأصول، في كتب القواعد، في كتب العقيدة عفوا، وهو لعن المعين، لعن المعين. أهل السنة والجماعة يحرمون لعن المعين، لا يجوز لعن المعين، بل ذهبوا إلى أنه لا يجوز لعن الكافر المعين بعينه، الكافر بعينه فلان بن فلان، قالوا لا تلعنه بعينه، لأنك ما تدري ما يؤول إليه أمره، فقد يختم له بخير. ولذلك اللعن يكون بالعموم، لعنة الله على الظالمين، على الفاسقين، على الكافرين، على المشركين مثلا، اللعن بالعموم. لكن أن تلعن بعينه هذا مما نهى عنه أهل السنة والجماعة. فإذا كان لعن الكافر المعين محرم، كيف يلعن المسلم أخاه؟ كيف يلعن المسلم أخاه؟ ولذلك هذه اللعنة إذا لم تجد مساغا ولا طريقا ولا مسلكا إلى من وجهت إليه، فسترجع إلى من قالها فتصيبه لعنته، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. نعم. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قل: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، يعني المرأة، هذه المرأة ضجرت من الناقة فلعنتها، وجاء في لفظ بأنها سدت الطريق فقالت حل، ويتستحث الناقة لأن تخرج، فلم تخرج الناقة، سدت الطريق فلعنتها، قالت حل لعنك الله، تقول للناقة لعنك الله. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها، يعني ما على الناقة من متاع، ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران بن حصين: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، ما يعرض لها أحد. هذا الحديث فيه أيضا فوائد، منها أولا حرمة لعن البهائم، فلا يجوز للمسلم أن يلعن أمواله، سواء كانت بهائم أو كانت جمادات، أو كانت جمادات كالسيارة مثلا، فيحرم عليه أن يلعن سيارته. إن بعض الناس الآن تتعطل عنده السيارة مرة مرتين، أو تتعطل في مكان ويتسبب له، تسبب له إحراج مثلا، فيقول لعنك الله، يلعن السيارة، لا يجوز، حرام. لا لعن الجماد ولا الحيوان ولا لعن النباتات ولا لعن الآدميين، كل هذا محرم ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. وفي لفظ: لا تصاحبنا ناقة ملعونة، لا تصاحبنا ناقة ملعونة. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما منع من اصطحاب، من مصاحبة الناقة لهم، ولم يمنع من
الاستفادة منها، وإنما الممنوع أن تصاحبهم في السفر. ولذلك صاحبة الناقة هذه يجوز لها أن تبيعها أو أن تؤجرها أو أن تذبحها وأن تأكل لحمها، نص على هذا أهل العلم. وإنما الممنوع المصاحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص إذا سافر أن لا يصحبه شيء ملعون، أن لا يصحبه شيء ملعون. ومن ذلك الجرس، الجرس الذي كان يوضع في أعناق الغنم مثلا، كان ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحبنا، قصد ماذا؟ صحبة السفر، فإنها ملعونة، فإنها ملعونة. ولذلك المسلم يحرص على أن إذا سافر أن لا يصحب شيئا، لا يصحب شيئا معه ملعون، ملعون. قد ورد في حديث، وإن كان إسناده يعني محل كلام وبحث عند أهل العلم، صوتان أحمقان ملعونان، رنة عند مصيبة ونغمة عند نعمة. من هذا أخذ بعض العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يصحب في سفره المعازف، لأن هذا مما جاء اللعن فيه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قد نهى عن صحبة الجرس الذي كان يوضع في عنق المرياع، المرياع الذي هو يتقدم الغنم، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الإنسان يحذر من اصطحاب شيء ملعون، من اصطحاب شيء فيه لعنة، سواء كان ملعونا بالشرع، كان يكون الشارع لعنه، أو كان ملعونا على لسان أحد يملكه مثلا، كأن يقول الشخص لشيء يملكه لعنك الله، لعنك الله، فلا يصطحب المسلم معه شيء ملعون. يقول الراوي عمران بن حصيفة كأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. وهذا يدل على ماذا؟ على سرعة استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعرض لها أحد، ولا ناقشوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا راجعوه في الكلام، حمل المتاع عنها فتركت، سيبت أن تصحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرت نص العلماء على جواز الاستفادة منها في غير الصحبة. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال سار رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلعن بعيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون. نعم، هذا أيضا قصة أخرى، حديث أنس أن رجلا سار مع النبي عليه الصلاة والسلام فلعن بعيرة، وهذا أمر يعني يحصل عند الناس، بحيث أن البهائم هذه تتعسر على أصحابها، ويصعب يعني يصعب معالجتها خاصة في السفر، فيصدر ربما شيء من صاحبها ما يوجب تركه، لذلك لعنها الرجل، لعن بعيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون. النبي عليه الصلاة والسلام خيره أن يستمر على بعيره، لكن لا يصاحبه، لا يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يترك بعيره ويذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام على وسيلة أخرى. وهذا مثل الحديث الأول من جهة الأحكام. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يسير فلعن رجل ناقة فقال أين صاحب الناقة؟ فقال الرجل أنا، فقال أخرها فقد أجيب فيها. نعم، هذه أيضا قصة ثالثة، وقيل هي يعني حملها بعض الشراح على أنها قصة واحدة مع حديث أنس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يؤخر الناقة لأنه لعنها، وهذا يدلنا على خطورة لعن الأموال. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموال ولا على أبناء، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. ومن الدعاء اللعن، تقول لعنك الله، لتقول للناقة أو تقول للسيارة مثلا لعنك الله،
هذا كله محرم ولا يجوز. نعم. قال: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. وفي رواية عند ابن حبان قال: فإنه يدعو للصلاة. نعم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ديكا صرخ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبه رجل فنهى عن سب الديك. نعم. وفي لفظ: لا تلعنه ولا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة. نعم. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ديكا صرخ قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: اللهم العنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، كلا، إنه يدعو إلى الصلاة. نعم. هذه الأحاديث بهذه الروايات فيها النهي عن سب الديك، والديك هو ذكر الدجاج، الديك هو ذكر الدجاج، ويطلق عليه العوام بالمؤذن، يقولون الديك يسمونه أو يلقبونه بالمؤذن. لماذا؟ لأنه سبحان الله العظيم يؤذن عند طلوع الصبح، فإذا دخل وقت الصباح أذن، يعني صاح صاح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤذن للصلاة. نهى قال: فإنه يدعو للصلاة، يدعو للصلاة. وفي لفظ: يوقظ للصلاة، وفي لفظ: يوقظ للصلاة. ولذلك لا يجوز سب الديك ولعن الديك حتى لو صدر منه صوت مؤذي، حتى لو صدر منه صوت مؤذي فإنه لا يجوز سبه. لماذا؟ لأنه يعين المسلم على القيام إلى الصلاة. ولذلك الديك هذه منها من يؤذن قبل الصبح وكأنه يوقظ لقيام الليل، ومنها من يوقظ عند طلوع الصبح وكأنه ينبه إلى ماذا؟ إلى دخول وقت الصبح. ولذلك لا يجوز سب الديك، لا يجوز سب الديك. والدجاجة هنا ما جاء ذكرها، لماذا؟ لأن صوت الديك هو الأعلى والأشد، لأن صوت الديك هو الأعلى والأشد، والدجاجة لا تفعل ما يفعل الديك من الأذان في مثل هذه الأوقات. نعم. طيب، هل يجوز سب غير الديك من الطيور ولعنها؟ إيه، ما يجوز، لا يجوز لعن بقية الطيور، لأن هذا لا يفهم منه أن حرمة سب الديك ولعن الديك يفهم منه جواز لعن غيره. فالقاعدة الشرعية ترك اللعن عموما، ترك اللعن عموما. نعم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أن ديكا صرخ قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: اللهم العنه، لأنه يعني كأن الرجل رأى بأن الديك أزعج النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، يعني أكفف، لا تقول هذا الكلام، كلا إنه يدعو إلى الصلاة، كلا إنه يدعو إلى الصلاة. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. نعم. هذا الحديث أيضا فيه النهي عن سب الريح، النهي عن سب الريح. وقد لعن رجل الريح بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فزجره ونهاه، قال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، لأن خلق من خلق الله عز وجل، والريح هذه كما أنها تأتي بالعواصف وتأتي بالكوارث كذلك فيها فوائد كثيرة ومنافع عديدة قد يدركها الإنسان وقد لا يدركها، ولذلك هي مأمورة، خلق من خلق الله عز وجل. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة من لعن شيئا، قال: فمن لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وهذا يدلنا على خطورة اللعن، خطورة اللعن، وأن الشيء الذي لعن إذا لم يكن مستحقا فإن اللعنة ترجع على من صدرت منه. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟
قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن قال: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر. بعد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. نعم، طبعا هذا الباب المصنف رحمة الله عليه من جملة ما ذكر حرمة القذف، لأنه يكون باللسان، فاللعن والسب والشتم يكون باللسان، كذلك القذف، والقذف محرم من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وجاءت نصوص القرآن والسنة في تحريم القذف، وهو أن يقذف الرجل الآخر أو المرأة الأخرى أو الآخر، يعني يكون القذف بين الرجل والرجل، أو بين يعني يقذف الرجل الرجل أو يقذف الرجل المرأة، أو تقذف المرأة الرجل أو تقذف المرأة المرأة، كقول يا زاني يا لوطي مثلا، أو يا زانية مثلا، هذا كله قذف ومن كبائر الذنوب، والله جل وعلا حرمه في القرآن ورتب عليه ثلاث عقوبات. قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. 80 جلدة لا تقبلوا لها شهادة أبدا فأولئك هم الفاسقون. هذا يدلنا على أنه كبير من كبائر الذنوب، ولذلك يتساهل بعض الناس الآن في قضية القذف، يقول فلان زاني، فلان لوطي، فلان فلان كذا، فلان كذا، وهذا محرم ولا يجوز. قال الله جل وعلا: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا يجوز الإنسان أن يتساهل بقول مثل هذه الألفاظ، حتى أن بعض الناس وللأسف قد يتوب شخص من كبيرة من الكبائر ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم فيما كان فيه في السابق، هذا أمر لا يجوز ومحرم. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولذلك يحرم القذف وفيه الحد كما هو مبين. نكمل بعد الأذان. الله
الحمد لله. ولذلك كما ذكرت قبل الأذان بأن القذف من كبائر الذنوب، ولما كان القذف باللسان نبه المصنف رحمه الله تعالى وذكره تحت الأحاديث التي فيها النهي عن السب والشتم واللعن، وليحذر المسلم من أن يخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات أو أن يلوك ويلغ في أعراض الغافلين والغافلات، فإن هذا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. وهذا الحديث طبعا حديث السبعة، حديث الموبقات، سبق شرحه والوقوف معه في أكثر من مجلس. والحديث الأخير قال: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا يكون كما قال. هذا الحديث فيه استثناء لحالة واحدة، وهي إذا قذف الرجل مملوكه، والمملوك هو الرقيق العبد، وهذا كان قديما، فإنه لا يقام عليه الحد في الدنيا لعدم المكافأة التي يذكرها الفقهاء، وإنما يقام عليه الحد يوم القيامة. يوم القيامة يقام عليه الحد، إلا إذا كان ما قذفه به صحيح، يعني ثبت إما بشهادة الشهود، يثبت إما بشهادة الشهود أو بالاعتراف مثلا، فإن هذا يمكن أن يقال قذف قذفا صحيحا. ولذلك واجب على المسلم أن ينزه نفسه وأن يطهر لسانه من مثل هذه الألفاظ والمفردات السوقية والألفاظ المحرمة والمنهي عنها، وأن يتعود الخير، فإن من تعوده أصبح له عادة ونفسه إلى الألفاظ الطيبة منقادة، ولا سيما القدوات من الناس ينبغي أن يكونوا على هذا المستوى. نعم. قال: الترهيب من سب الدهر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. وفي رواية: أقلب ليله ونهاره وإذا شئت قبضتهما. وفي رواية لمسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. وعند البخاري: لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. وفي لفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية للحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: استقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمني عبدي وهو لا يدري ما يقول، ودهراه ودهراه وأنا الدهر. ورواه البيهقي ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، قال الله عز وجل: أنا الدهر، الأيام والليالي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. أحسنت. هذا الباب الترهيب من سب الدهر، وهذه الأحاديث جميعها تلاحظون بأنها قدسية، وما يأتي ذكره في بداية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يرفعه إلى الله جل وعلا. وجاءت أحاديث أيضا هي ليست قدسية، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. هذه الأحاديث تحت هذا الباب فيها مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام أيضا، ألخصها في التالي. أولا، بالنسبة للسب، السب هو الشتم، اللعن، الذم مثلا، التقبيح، كل ما اشتمل على هذه المعاني فيسمى سبا، فيدخل في هذا اللعن والتقبيح والذم مثلا والتجديع وشيء من هذا القبيل، هذه كلها تسمى سبا.
ولذلك السب مما نهى الله عز وجل عنه. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن الأصل تسفيه أحلام المشركين وسب آلهتهم، لأن هذا من التوحيد، لكن لما كان السب يعود على الذات الإلهية منع منه أهل الإسلام. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الأمر الثاني أن الحديث القدسي هو الحديث الذي بين القرآن وبين الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعني يقال قال الله جل وعلا، لكن هذا الحديث إذا قلنا في مقابل القرآن ليس فيه صفة التحدي التي في القرآن. وهل يتعبد بقراءته كما يتعبد بألفاظ القرآن؟ قولان: الراجح بأنه ليس كألفاظ القرآن، وإنما يتعبد به من حيث الجملة كما يتعبد الإنسان بقراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقال بأن كل حرف فيه بحسنة، لا يقال بأن كل حرف فيه بحسنة، لكن كما يقرأ المسلم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا فنيؤجر عليه بالمجموع. المسألة الثالثة: المقصود بالدهر هنا الزمان والوقت، الدهر هنا الزمان والوقت، وقد فسرته الأحاديث الشريفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الرابعة: الدهر ليس من أسماء الله، وهذا قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك بعض الظاهرية، ولذلك الدهر ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله. لماذا؟ أولا لأن أسماء الله تعالى حسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، قال تعالى: وله الأسماء الحسنى، والدهر ليس من الأسماء الحسنى، ومعنى الحسنى البالغة في الحسن الغاية والمنتهى، الغاية والمنتهى. ولذلك الدهر أحيانا يأتي في كلام العرب على ماذا؟ القحط والجدب، يقولون سنة الدهر، يعني قحط وجدب. الأمر الثاني أن هذه الأحاديث التي فيها قول الله جل وعلا: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، تفيد إلى أن هناك شيء، إلى أن هناك مقلب ومقلب، مقلب ومقلب، فلا يمكن أن يكون المقلب مقلبا، فالله جل وعلا بيده الليل والنهار يقلبهما كيف يشاء، فكيف يقال بأن المقلب هو المقلب؟ ولذلك الدهر ليس من أسماء الله تعالى. المسألة الأخرى أن هذه الأحاديث أوضحت أن المقصود بالدهر هنا الليل والنهار والأحوال والتقلبات التي يمر بها الإنسان في هذه الدنيا، في هذه الدنيا. المسألة التي بعدها: يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار، في رواية: أقلب ليله ونهاره، وإذا شئت قبضتهما. وجاء في الحديث الآخر: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، هو الدهر. وهذه مسألة مهمة جدا، ولذلك مسألة سب الدهر على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى شرك أكبر بالله عز وجل، وهو أن يسب الإنسان الدهر على أنه هو الفاعل، هو الفاعل، فيسب الإنسان مثلا الأمطار على أنها هي الفاعلة المؤثرة، ونسب ما حصل من حوادث إليها لا إلى الله سبحانه وتعالى، أو مثلا برد الشتاء أو حر الصيف مثلا، يسبه مباشرة على أنه فاعل بنفسه، وينسب إليه ما يصدر عن هذا التغير. هذا شرك أكبر بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه اعتقد خالقا مع الله، فكأنه يقول بأن هذا الحر هو الذي أصدر هذا الشيء ونتج عنه هذا الشيء، هو الذي فعل، هو الذي فعل، هو الذي خلق. فهذا كمن يعني يشرك بالله وينسب خالقا غير الله جل وعلا. الثاني
النوع الثاني أو المرتبة الثانية سب محرم لا يصل إلى درجة الشرك، وهو أن يسب الدهر لا لأنه خالق فاعل مؤثر بنفسه، ولكن يسبه لأنه محل لهذا المكروه الذي حصل، محل لهذا المكروه الذي حصل، وهذا كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام، إلا إذا أراد من السب أن يعود إلى الله عز وجل فإنه كفر بالله، لأن من سب الله كفر، من سب الله كفر. أما إذا سب الدهر يعني سواء الليل أو النهار، الشتاء أو الصيف مثلا، الحر أو البرد، سبه فقط لأنه محل ومكان لهذا المكروه الذي حصل، فهذا من كبائر الذنوب ولا يصل إلى درجة الشرك، لأنه إنما سبه لما صدر عنه وليس لأنه فعل وخلق. المرتبة الثالثة هو ما يسمى بالسب الجائز، وإن كنا نتجوز في قضية السب هنا، لكن هي مسألة الوصف، وصف الشيء بأن يخبر إخبارا مجردا محضا من دون إنشاء الذم على شيء معين، مثل ما جاء في قول الله تعالى على لسان لوط: هذا يوم عصيب، أيام النحسات. أيضا هذا مجرد إخبار محض عن شيء حصل في هذا اليوم، وهو لم ينشئ مثلا الذم لهذا اليوم. هذه المراتب الثلاثة التي ذكرها العلماء. كذلك في الحديث الآخر: لا تسموا العنب الكرم، ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. الشاهد: لا تقولوا خيبة الدهر، لأن المسلم مطالب بأن يستعمل الألفاظ التي ليس فيها قادح من القوادح أو سوء أدب مع الله عز وجل، ولذلك لا يقول خيبة الدهر، لأن الله تعالى بيده الأمر، بيده الليل والنهار، يقلبهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. وأما أول الحديث: لا تسموا العنب الكرم، طبعا جاءت أحاديث أخرى تفسر هذا المعنى، فأهل الجاهلية كانوا يسمون بستان العنب كرما. لماذا؟ لاعتقادهم بأن الخمر المتخذة من العنب هي تحث على الكرم، ولذلك كان العرب في الجاهلية إذا أتاهم الضيف يقدمون له أول شيء الخمر، كما يقدم الناس الآن القهوة والشاي، كانوا يقدمون الخمر، يعتقدون بأن هذا هو الكرم، هذا هو الكرم، لذلك كانوا يسمونها كرما. والنبي عليه الصلاة والسلام منع من استعمال هذه الألفاظ لأنها تغير حقيقة المعاني المرادة من ورائها، ولذلك جاء في الحديث: الكرم هو الرجل المؤمن، وجاء في لفظ آخر: الرجل المسلم الصالح، وجاء في لفظ: قلب المؤمن. الكرم هو قلب المؤمن، فأحق من يوصف بالكرم هو قلب المؤمن الصالح المشبع بالإيمان والإخلاص والأعمال الصالح. وأيضا الحديث الآخر: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقول أحدكم يا خيبة الدهر، فإنني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. وكذلك الحديث الذي بعده رواية مالك: لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. وذكرت لكم معنى فإن الله هو الدهر. رواية الحاكم: يقول الله تعالى: استقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمني عبدي وهو لا يدري ما يقول، ودهراه ودهراه وأنا الدهر. يقول الله تعالى: استقرضت عبدي فلم يقرضني، وهذا في قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. والمعنى ليس هو حاجة الله إلى العبد تعالى الله، وإنما استقرضت عبدي لأجل أن ينفق على الفقراء والمساكين فلم يقرضني. لذلك قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. قال: وشتمني عبدي وهو لا يدري. فأحيانا قد يكون الإساءة مع الله عز وجل إساءة الأدب
من حيث لا يدري الإنسان، وهذا كثير عند الناس، نسأل الله العافية والسلامة، خاصة الذين يتعرضون لتغيرات المناخ مثلا بالاستهزاء أو باللعن، أو بعض الناس يقول ما نريد مطر والعياذ بالله، يقول ما نريد أمطار، هذه توسخ علينا الشوارع وكذا وشيء من هذا القبيل، هذا كله والعياذ بالله إساءة أدب مع الله. يحذر المسلم من أن يستمر في مثل يعني هذه الألفاظ. وكذلك الحديث الأخير يقول لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل قال الله أنا الدهر الأيام والليالي أجددها وأبليها، يعني أخلق أبليها تخلق، ولذلك كل يوم يمضي لا يعود، كل ليلة تمضي لا تعود، والله تعالى يجدد للعباد الأيام وآتي بملوك بعد ملوك، وهذا يعني مشاهد وملاحظ منذ أن خلق الله تعالى الدنيا. فالواجب على المسلم أن ينزه ألفاظه وأن يطهرها من الألفاظ السيئة، وأن يعتني بذلك عناية كبيرة حتى يلقى الله جل وعلا وهو راض عنه. ونلتقي بعد الصلاة في درس التفسير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.